لما دويت مع السيد وزير التعليم العالي قال لي يا سيدي اني قررت بنضمهم كلهم، المهم قاعد يقرا ويجيب افاده من المدرسه ولا من السفاره انه هو يقرا، ان شاء الله نضم مامس انا بنضمهم كلهم. فنبي نبشر الاخوه الطلبه والاولياء الامور ان اللي عنده طالب يدرس برا راه سيد وزير التعليم العالي بيصدر قرار ضمهم جميعا بدون استثناء. وهو يملك هذه الصلاحيه؟ يملك. يا سلام. ويقول لك هذه بشره، ويقول لك الدوله مازال ما بدتش والبلاد خشت في حيط وما فيش دوله وهي في رجالاتها قاعدين يشتغلوا. انا والله بارك الله فيك.